إذن مشاهدينا متابعينا، مستمرة هذه الأمسية الرائعة ومستمرة أشواط المتعة والإثارة هنا في يوم كأس دبي العالمي. لدينا الشوط السابع الآن وبطولة دبي تير برعاية موانئ دبي العالمية. مسافة 1800 متر 9 فورلونج وسباق من الفئات الأولى لجروب 1 مخصص لعمر الأربع سنوات فما فوق، وبمشاركة 14 خيل من الخيول المهجنة الأصيلة. كان باين في الصورة كولونيل ليام مع إيراد أوريتس. عمليات الاستعداد، الإحماء، العديد من الشعارات الإماراتية، الفريق وديزرت فاير وحقيقي وهاروفيان ولورد نورث ومحافظ وأيضا أورزا ماينور، أيضا كالعادة أسماء و تواجد دول قوية كاليابان وأمريكا. اللحظات الأخيرة، إذن سيداتي أنساتي سادتي ينطلق الشوط السابع الآن. تنطلق بطولة دبي تير برعاية موانئ دبي العالمية. مسافة 1800 متر أو 9 فورلونج هنا في سباق من الفئات الأولى لجروب 1 مخصص لعمر الأربع سنوات فما فوق، بمشاركة 14 خيل من الخيول المهجنة الأصيلة. الصدارة المبكرة بالنسبة لبانتلاسا مع ياتاكا يوشيدا. المركز الثاني التواجد بالنسبة للورد نورث مع فرانكي تيتوري. على اليمين هناك كولونيل ليام مع إيراد أورتيز، بينما على السياج الداخلي نلاحظ وجود ديزرت فاير مع باتريك كوزغريف خلف تماما بالشعار الأصفر ماي أوبيرون مع توم ماركواند. ثم في المنتصف أيضا لدينا فانديغاردي مع ميكائيل برسلونا. السباق حتى الآن في منتصف المسافة، وبالتالي ننتظر منافسة قوية وكبيرة. بانتلاسة لازال مع ياتاكا يوشيدا في المركز الأول، في المركز الثاني كولونيل ليام على السياج الخارجي مع إيراد أورتيز، بينما أيضا على السياج الداخلي التواجد بالنسبة لديزرت فاير وباتريك كوزغريف. هناك أيضا نلاحظ التواجد بالنسبة لسافرون فيس مع هولي دويل، بينما الآن عملية الالتفاف وبعد ذلك الذهاب إلى الخط المستقيم. الفارس هولي دويل على ظهر سافرون فيس تحاول بكل قوة أن تنافس وتهدد، لكن الصدارة لازالت مع بانتلاسة وياتاكا كيوشيدا. شاهد عملية الانطلاق الآن، كولونيل ليام يحاول مع إيراد أورتيز، لكن أيضا هناك لورد نورث مع فرانكي تيتوري. يا سلام على هذه الانطلاقة القوية. بانتلاسا لازال مع ياتاكا كيوشيدا، ياتاكا كيوشيدا يهدد الآن. يا سلام على الانقضاض، هل سيفعلها لورد نورث الآن؟ فرانكي تيتوري، لكن أيضا فانديغاردي، فانديغاردي، هل ستحتاج إلى فوتو فينش؟ دخول ثلاثي على النهاية لمن كانت الغلبة يا ترى؟ هل إلى لورد نورث اللي يبحث عن الحفاظ على اللقب؟ هل إلى بانتلاسا أو فانديغاردي اليابانيان؟ شاهد في الإعادة من كان في المقدمة، هل هو لورد نورث؟ ستذهب بكل تأكيد إلى الهانديكابرز وإلى لجنة التحكيم، لكن يا لها من منافسة، يا لها من إثارة، منافسة ثلاثية شرسة. دخول ثلاثي على خط النهاية ما بين بانتلاسا وفانديغاردي ولورد نورث. لا نعلم النتيجة الرسمية حتى الآن، ننتظرها بكل تأكيد، لكنه كان سباقا رائعا وممتعا بكل تأكيد. هذا السباق هنا في بطولة دبي تير.